السلام عليكم طلابنا الأعزاء، أتمنى تكونوا بخير. اليوم لكم تكملة المحاضرات السابقة أيضا من موضوع اللابلاس ترانسفورم. طبعا وصلنا اليوم عندنا المحاضرة هاي، راح ناخذ اليونت ستيت فانكشن كيف نحول لها لابلاس. في حال جاك السؤال، هاي الصيغة من السؤال هذا باعتبار اليونت ستيت فانكشن. توضيح لهذا السؤال، لمجرد أن نقول يابا أنه رايد لابلاس أوف اف للتي هي الآتي، أنه قيمة الـ f t واحد عندما يكون الـ t الفترة مالته من الصفر للواحد، وقيمته يكون اثنين عندما يكون من الواحد للاثنين، وقيمته ماينس واحد عندما يكون من الاثنين للثلاثة. طبعا الرسم بالمحاضرات الرسم بالنسبة لي غير مطلوب، مجرد نقدر نحول مباشرة. هذا التحويل الأساسي للابلاس، هذا القانون الأساسي. ولكن طريقة التحويل هي كالآتي. فهمنا السؤال، نجي أول شغلة، هاي قيمة اللي جبناها من البداية، هاي قيمتها واحد، نحط الواحد في الفرق بين اليونت. هذا صفر، يونت صفر ناقص، هذا شقد قيمته واحد. في حال هاي كان 10 وهاي 20، نكتب يونت العشرة ناقص يونت العشرين. وهكذا، يعني نحول هاي الصيغة إلى صيغة واحدة نقدر نطلع لها لابلاس. هنا عندنا اثنين، وانه مضروبة زائد اثنين مضروبة في الفرق بين يونتس. اليونتس عندنا اليونت واحد ناقص اليونت اثنين، واحد ناقص اثنين، وماينس واحد في الفرق بين يونت اثنين ناقص يونت ثلاثة. اتذكروا معلومة انه اكسبوننشال الصفر قد قيمته واحد. فنرجع هنا للمحاضرة، مجرد انه هنا طبقنا هاي الشغلات، وانه رجعنا انه بسطناها، وصلنا الى تبسيط اخير. يلا الان ناخذ نحولها الى لابلاس. ناخذ لابلاس اليون الصفر قيمته صفر، زين اذا كان 10 يون 10 التي، ونطبق القانون العام مال يونت ستيت تحويل لابلاس ونحول الى ما لا نهايه. طبعا المحاضره اليوم قصيره، مجرد توضيح لهذا الشيء، بالاضافه الى انه انتبه هنا ضمن الهوم وركات جرد فكرة انه التربية. فكرة التربية انتبهوا عليها، انه هنا التربية بالنسبة للساين تربية مثلا هو واحد ناقص كوساين اثنين اي تي على اثنين. ممكن نرجع الاصلة قبل توحيد المقامات، ممكن ناخذ النص عام المشترك يبقى الواحد ناقص كوساين. اللي يكتب لي بهالطريقة او يكتب لي بهالطريقة ما عندي مشاكل في الحالتين. أتمنى لكم كل التوفيق، ولا تنسون الاشتراك بالقناة.